مساء الخير يا جماعة، أهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد مهم جدا من فيديوهات اللغة الألمانية. معكم هير محمد أنور من قناة ستاديوز مستر محمد على اليوتيوب، وشرح من كتاب ديرتيب الصف الثالث الثانوي. فيديو مهم جدا وياريت كل يركز فيه، وهنستفيد منه إن شاء الله جدا. هنحاول في الفيديو ده نعمل حاجات كتير. بداية اللي عنده مشكلة في منهج أولى وتانية ثانوي هحلها له جراماتيك، ونشوف بعد كده بقى الفيديو هنعمل فيه ايه. يلا بينا ما نضيعش وقت اكتر من كده. بس عايزينك تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علامه عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. فورشارتس او الثروه اللغويه في اللغه الالمانيه، نشوف كده مع بعض. الحراره لحضرتك دلوقتي هي كلمه دي ابند ابند سي انجشتيري موظف انسوك بدله ابفل تفاحه اخبايتر عامل ارشتكت مهندس معماري ارتيكل اداه ارتت طبيب اوسفلوج رحله اوسفايس بطاقه اوتومات مكنه باد انسوج مايو بانوف محطه بالكون شرفه او بلكونه. جبل بيغوف مهنة أو وظيفة رومن العدن محل بيع زهور بريف خطاب بوضع أخ بخشطابي حرف هجائي ثنت عملة كمبيوتر كمبيوتر دينستاج يوم الثلاثاء دام كنيسة دونيغستاج يوم الخميس عين كاوف التسوق ارد عفل بطاطس أيغو اليورو. اكسبورت كاوفمان لايتر تاجر تصدير فاميليا نامي اسم العائلة فاميليا نشتاند حالة الاجتماعية فيلاخ خطأ فيرنزياغ تلفاز فيلم هو الفيلم فيش سمك فلو طرقة فايند صديق فرولينج ربيع فورشاين رخص القيادة فوسبال كرة قدم جاختن حديقة جيبورت زورت اللي هو جيبورت ستاك زورت محل الميلاد. أنا شايف الكلمات مش صعبة علينا، لو احنا حفظناها في وقت قليل هتساعدنا جدا في الامتحان. ويلا بينا نشوف باقي الكلمات بتقول ايه. جيبورتستاج عيد ميلاد غوس فاتر الجد هاوس مان ميناخ رب المنزل هيربست خريف هيرت بوتاجاز هير سيد هوتيل فخمان موظف بالفندق هوند كلب جوب وظيفه جوجينج انسوك ترينينج جورناليست صحفي يونجي ولد أو صبي كافي قهوة كارنيفال كارنفال كيزي جبنة كيلنر جارسون كاوفمان تاجر كيلومتر كيلومتر كيندرغارتن حضانة كوليجي زميل في العمل كوخ سلة كوخين جاتو كوخ الشرايبر ألم جاف كل شرانك ثلاجة كوندي زبون ليغر مدرس إبلينجز شبورت رياضة مفضلة ليتر لتر من زوج أو رجل ماركت سوق ميت تاج دور ميت فوخ أربع مومنت لحظة منتج الاثنين مورجن الصباح.
ناخد كلمات داز مع بعض. أبنديسن العشاء، ريستورانت مطعم، أنجبوت العرض، أبارتمنت شقة، أخباي تيما حجرة المكتب، أو بير ميتشين جلسة أطفال، أوسلاند الخارج، أوتو سيارة، بيبي طفل رضيع، باد حمام، بيت سرير، بيلد صورة، بغوط خبز بروتشين خبز صغير، بخ كتاب، بخ ريال رف، كمبيوتر شبيل لعبة كمبيوتر، ديكتات املا، دبلومات دبلوم دبلومة، دبل تيمر غرفة مزدوجة، اي بيضة ايل تيمر، اين تيمر يعني غرفة فردية، الكترو جيرت جهاز كهربائي، اسن طعام، فعغد الدراجة، فاكس فاكس فينستر شباك، فرن زين تلفاز، فيدي جشيفت وجبة جاهزة، فيرتي جشريت فيست عيد، فيتنس ستوديو ستوديو لياقة بدنية، فلايش لحمة، فورمولار استمارة، فوتو صورة، فروستوك معناها الفطار. وننتقل إلى كلمات المؤنثة في منهج أولى وثانية ثانوي. أب فاخت بداية الرحلة، أب غايزي بداية السفر، أب تايلونج قسم، أدغاسة عنوان، أكتيفيتيت نشاط، أن ميلونج تسجيل، أنزاج رسالة مسجلة، أنفورت إجابة، أنصايج إعلان، أخبايت عمل، أرشيتكتن مهندسة معمارية، أختتن طبيبة، أوس بيلدونج التأهيل المهني، أوس شبراخي النط، أوس شبراخي النط، أوس شبراخي النط، بادي فاني البانيو، باناني الموزة، باوخ بايت عمل بناء، بيغني كوميترا، بلومي زهرة، بوتر زبدة، كولا كولا، دامي سيدة، دور مدة، ديسكو ديسكو، دوزي أبوة معدنية، دوشي دوش، إيميل إيميل، أين لادون قداوة، إلتر من الوالدين، إرميز جانك التخفيض. أهم الأفعال، أن فانجن يبدأ، أن كوسن يضع علامة، أن غوفن يتصل، أن فورتن يجيب، أخبايتن يعمل، أخبايتن ألس يعمل كي، أفهومن يرتب، أفشتين يستيقظ، طبعا هو مفرقهم عشان فعلا منفصل، أوسفولن يملأ، أوسشلافن يأخذ كفايته من النوم، باخن يخبز يخبز، بادن يستحم، بغوص يحيي، بكومن يحصل، شرايبن يصف، بشتيجن يزور، بتصلن يدفع، بلايبن يمكس، براوخي يحتاج، بريف شرايبن يكتب خطابات، برينجن يحضر، بخش طبيرن يتهجى، دازاين هناك، داباي يمتلك محافظته أو معه، دانكن يشكر، ودايغ يستغرق، دينكن يفكر، ونورستهابن يعني عطشه. وهي هنركز مع بعض دلوقتي على الفرشيدينز، أبر لكن علي كل ألاين وحيد أليس كل شيء ألسو كذلك أمير على البحر أموجن في الصباح أمزي على البحيرة أنفانج يانمر بداية يناير أن جشتلت موظف وأربايت لوس عاطل أوخ أيضا أوف دويتش باللغة الألمانية أوف ويدر هورين إلى اللقاء أوف ويدر زين أراك لاحقا أوس من بايدي كلاهما بيزوندرز وخاصة بيزا أحسن بشتمت محدد بفولت ملبد بالغيوم بيليش رخيص دوخت هناك دروسين في الخارج دراوسن في الخارج درينجن عاجل دوم غبي دونك المظلم دونك الغط أحمر داكن عن بيسيشن قليلا عين باغ زوج عين مال مرة عين سل فردي اندي يانوار نهاية يناير اندريش أخيرا انشولدجون جماعة زيرا ارلاوبت يعني مسموح اغست اولا ادفع تقريبا فالش خطأ فاست حوالي فيرتش جاهز فغاي حر فرويندليش ودود فغايت ميشي يسعدني فروه مبكرا فرورر
فروهر يعني سابقا فير اين ياخ لمدة عام فير اين شتوند لمدة ساعة فير مش لأجلي غانز كامل جي بورين مولود قلب أصفر جي أفنت مفتوح جي غادي حاليا جي غني بسرور جي شيدن مطلق جي شلوسين مغلق وجستغن أمس وجلايش حالا. معانا في المواضيع مهمة جدا في اللغة الألمانية من أولى وتانية ثانوي هو حاجة اسمها فيدر هولينج، يعني بنفكر بعض، جراماتيك، بيرسونال برونومين، كلنا عارفين يا جماعة أنا يعني إيش، أنت دور، هو إير، هي زي، محايد إس، حضرتك زي غوس، فير نحن، إير أنتم، وزي يعني هم، ده الكلام كلنا عارفين. شوف بعضين مع بعض هنا اوبنجن معناها التدريبات في هايست تو دو ايش هايست سوها فير زند هنختار ايه مونيكا مير فير زند ايوه زي حضرتك فو ليبت دايني اين تعيش عائلتك عائلتك يبقى عائلتي عائلتي انا يبقى هنختار هنا بالظبط كده العائلة تبقى زي لبت ان اسوان في شميكت ان اي بيتزا كيف ما هو مذاق البيتزا بيتزا مؤنث دي بيتزا زي استريشر يعني هي لذيذة precious to do English 9 ايش ايش بريشي دايش ويا هناخد مع بعض دلوقتي الافعال المنتظمه رجل رجل ميشي في اخبن اول فعل عندي هنا في معايا هو verb coming ياتي ببساطه الفعل ده في المصدر في الانفينيتيف اخره اي ان في التصريف بشيل الاي ان وبحط مع اي اي مع دو اس تي مع اخ واس وزي تي مع فيغ اي ان مع اخ تي مع زي وزي اي ان هايسن اي فعل ينتهي باس او دبل اس او اس ست او زد او اكس مع دو ما بحطش اس تي بكتفي بالتي بس اما باقي الضمائر زي ما هي نفس الموضوع اي فيرب بينتهي بتي او دي مع دو بحط الاي اس تي ومع ايغ واس وزي بحط الاي تي ومع ايغ اي تي والباقي زي ما هو برضو هنا الان والام نفس القصه مع دو اي اس تي والاير واس وزي اي تي وهنا اي تي ايضا تصريف الافعال عندي في اوبنجن معناه تدريب لاغا ماخت اينين جروس كورس ان فين يعني اخترت هنا ماخت الثانيه علشان لارا يعني هي فبشيل لي انه احط مكانها تي فاز دي كيندر دي جندر دي جامع يعني زي يعني هم بحط لها اي ان يبقى فاز شرايبن دي كيندر دي ايميلز اللي بعده فاز دايني جروس إلتر نيجيرن يبقى دايني جروس إلتر الوالدين يعني هما فبحط اي ان كافي فوهير دو تبقى كومست دو او ستانتا فو فونت اير في تبقى فونين ان هارجادا عندي verb sein عندي verb haben فعلين غير منتظمين on regel misich verben ich bin انا اكون du bist انت تكون er و es و sie ist يكون wer sind er seid sie و sie sind عندي verb haben ich habe du hast er و es و sie hat wir haben er habt es